أكبر. الله أكبر. ظالمين. اطلاق الرصاص الحي مباشر، اطلاق رصاص حي مباشر وقنابل دخانية على المتظاهرين، اطلاق رصاص حي مباشر من قبل مكافحة اجرام واسط، من قبل مكافحة اجرام واسط ومكافحة الشغب وقوات السوات، قوات السوات تطلق العيارات النارية والقنابل المسيلة دويع بشكل مباشر على المتظاهرين في محافظة واسط قضاء الكوت. الكوت ثارة ومتضامنة مع الأبطال في العراق. العراق يسار. إطلاق العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر، وانتم شفتوا بعينكم القنابل تنطلق تنفجر على الناس. وحصلت ببغداد